رجعت معكم مشاهدينا ومع اليوم ناتالي ياري. بونجور ناتالي. صباح الخير. كيفك اليوم؟ الحمد لله. موضوعنا اليوم سبيسيال سمر. صح، لازم شوي نغير نغير جو ونفكر اكيد. يعني كيف لما كان الحجر المنزلي قطعنا كلنا بطبخ بالبيت، يعني استهلكنا المطبخ على الماكسيموم مثل ما بيقولوا. هلا صرنا عم نقعد برا، صار الطقس حلو واكلنا كمان بيتاقلم مع الطقس 100%. مهم انه شوي كمان نرجع نموه شوي. واول اشياء يمكن العلاقه بالتغذيه بنفكر فيها انه نعمل باربيكيو مشاوي. اكيد كمان ما ننسى انه وقت اللي نحكي عن المشاوي معظم الاوقات، ما عم بقول دائما، بتكون طريقه طبخ صحيه اكثر لانه بنستعمل يمكن دهون اقل. هلا حسب اكيد شو المأكولات اللي عم نشويها. صح. إن كان خضرة، إن كان يمكن لحوم، سمك، دجاج أو حتى فواكه، أكيد الباربيكيو ممكن إنه يطبخ كل هالأنواع من المأكولات. وسريع. سريع صح. غير ما بدنا شغل بالمنتج اللي عم نشتغل فيه. بس رح خبرك شو بدي اقول. رح تقولي لا في شغل. شو؟ ليه؟ التحضير كثير مهم بالباربيكيو، لانه وقت اللي نحكي عن الشوي اكيد الشوي مهم انه ننتبه على كيف عم ننقع اللحوم قبل. وهون في تحضير. افضل انه ننقع. افضل انه ننقع. افضل انه ننقع. تفسر ليش. هلا قبل ما نفسر ليش افضل انه ننقع، خاصه اللحوم عم بحكي، مهم نعرف طريقه عده طرق كيف بتنطبخ الماكولات وقت اللي نعمل باربيكيو. في الطريقه اللي النار الديركت مباشره بتطبخ الماكولات، دونك النار عم تدقر اللحمه بالاخص. وفي كمان الطرق الثانية للطبخ من خلال الشوي اللي هي بتكون indirect heat، يعني بيكون حماوة الفحم أو الخشب إذا عم نستعمل خشب هي اللي عم تطبخ المأكولات، وهذا بياخد وقت أكتر. وفي كمان الأنواع الباربيكيو اللي بيتغطوا، يعني بيكون عنا النار منا direct، يعني عنا كمان هب الحماوة هي اللي عم تطبخ، وبنفس الوقت وقت عنا نوع من سيركوي فيرمي، يعني هالسخونة أو هالهيت هي عم بتخلي تنطبخ اللحمة، وهذا بيفرق بقدي صحي ولا لا نوع الشوي. هلا لما نشوي على الفحم، إذا بناخد الفحم مثلا، عادة منولع الفحم وبعد ما يصير جمر بنحط اللحوم. هيدي الطريقة أفضل من وقت اللي نخلي اللحمة دغري تدقر النار. دايركت كونتاكت. لأنه بتكون مثل ما قلت اللحمة عم تنطبخ من خلال هالهب، هيدا هب النار. هب الفحم بالأحرى، لأنه بتكون النار انطفت. ليش؟ لأنه وقت اللي نعرض خاصة اللحوم إن كان دجاج أو لحمة، أقل شوي سمك، منخلي بهالبروتينات هاي تتفاعل مع غير عناصر غذائيه باللحمه، موجوده باللحمه، وبتخلي يصير في مواد منا منيحه، يعني مواد بنسميها نحن مسرطنه، الهيتروسايكليك امينز وغيرها، مش منيح انه ناكلها. مشان هيك دائما لازم اللحمه وقت اللي تكون كثير سوداء نشيلها ما نتناولها، لانه هيدي بتكون فيها نسبه عاليه من هالمواد اللي منا منيحه. طب بهالحاله لما عم نشوي دجاج افضل نخليه بجلده، يعني هالجلده ممكن اكيد احسن تحمل. اكيد احسن. هلا صحيح يمكن عم ناخذ نسبه دهون اعلى شوي صغيره، بس بتضلها افضل من انه تكون اللحمه مكشوفه وتحترق، ان هي بالنهايه عم تحترق. صح. هلا قلتي لي ما بدنا نحضر قبل الشوي، لا ضروري لازم ننقع. طريقة أفضل طريقة تنخفف من وجود هالأنواع من المواد هاي وقت اللي نحنا نشوي هي إنه ننقع اللحمة والدجاج والسمك. عادة ما بننقعه، بس فينا نخفف يمكن نسبة هالمواد هاي وقت اللي ننقع، خاصة المأكولات العالية بالبروتين.
بأول شيء بهارات وتوابل، يعني الزعتر، الرومارين، كل هالأنواع من المطيبات بتساعد لتخفيف أول شيء نسبة هالمواد هاي. واللي أحسن من هيك هو المويستر، يعني الرطوبة اللي نحن منكون عم نضيفها وقت اللي ننقع، إن كان بالخل، بالحامض، بنبيد، هولي أنواع من السوائل بتساعد كرمال هالمواد المسرطنة تكون بنسبة أقل وقت اللي بدنا نشوي. دونك ضروري إنه ننقع لأنه بتساعد لتخفيف وجود هالأنواع من أكيد من المواد المسرطنة. كنت عم تقولي إنه السمك أقل، ليه؟ هي بتركيبة اللحمة، البروتين تبع السمك ما بتشكل خطورة قد الدجاج واللحمة. هلا في شغلة كمان مهمة كتير، ويمكن اللي معود يشوي بيعرف انه وقت اللي بيكون في نسبة دهون عالية باللحمة، الدهون بتنقط. مظبوط. وهل الدهون بترجع بتحترق، وهول الفيومز، الدخان اللي بتطلع كمان مش منيحة. بدنا نحاول قد ما فينا نخلي هالدخان اللي عم بيطلع من اللحمة مثلا قد ما فينا نخففه. يعني مشان هيك في طريقة ثالثة للشوي اللي هي البلانشا. البلانشا ما في دريبينج، يعني ما بتنقط. وفي كمان طريقة بيكون الباربيكيو له محل تينزل كل الزوم، ما بينزل دغري على الفحم. دونك هاي طريقة كمان أفضل لأنه ما بيصير في دخان طالع عم بيرجع يطلع على اللحمة بالنهاية. وهيدي كمان نوع تاني من المواد اللي أفضل أنه نتجنبها. نرجع للنقطة الأساسية، هي نقع اللحمة قبل ما نطبخها، قبل ما بس حتى إذا نقعناها، نحن عم ننقعها بخل أو نبيد أو اللي هو، بس كمان عم ننقعها بدهون أو مش ضروري؟ أفضل لا، أفضل لا، أفضل منح الدهون. هلأ أكيد الدهون بتساعد بتغلف أوقات اللحمة كرميلتها تنطبخ بطريقة أفضل، تعطيها نكهة مختلفة، بس بالإجمال فينا نحط نسبة دهون قليلة بس ما نكتر كتير، ونستعمل أكيد زيوت تتحمل حرارة عالية. لأنه بالنهاية الشوي بيعلي حرارة اللحمة لدرجات كتير عالية. هلأ وقت اللي نحكي عن الدايركت فليم، يعني الشوي دغري على النار مش بحرارة الفحم، عادة أفضل نستعمل شقف منا يعني سريعة، طبخة سريع، مثل عم نحكي نحن بنعمل بروشيت، نعمل سيخ لحمة أو دجاج، شقف صغيرة أفضل من وقت اللي بدنا نستعمل يمكن قطعة أكبر بدها وقت أطول. هلأ أكيد بدنا نضلنا منتبهين على حرارة اللحمة، خاصة وقت اللي نحكي عن شقف كبيرة، يعني لازم يكون عندنا ميزان وقت اللي نعمل مشوي. بعرف هيدي شغلة يمكن هاللي عم يعمل مشاوي ما عم بيفكر فيها، بس ضروري انه قلب، خاصة الدجاج، قلب اللحمة وقلب الدجاج يوصل لحرارة معينة مبدئيا فوق 70. طب شو رأيك بالأشخاص اللي بحبوا اللحمة تضلها حمراء؟ هون تبقى حمراء يعني الحرارة واطية بتكون بعدها. مزبوط، صح، خاصة قلب اللحمة، قلب يعني اللحمة. وقت اللي نحكي عن شقف كبيرة قلب اللحمة في ريسك انه يضل حرارته واطية، وفي ريسك انه هالبكتيريا اللي كانت موجودة على اللحم الناية او على الدجاج الناية تكون بعدها موجودة. اكيد افضل انه نطبخ اللحمة على حرارة يمكن اوطى، ما نحطها دايركت فليم، نخليها وقت اطول. وهون قلتي لي بالاول بياخذ سريع المشوي، دونك بدنا نصغر قطع اللحمه يمكن أفضل. تنقدر تنكون عم نطبخ بطريقه اسرع، وهيك في ريسك اقل انه اللحمه ما توصل لحراره خطره، يعني بالاحرى تتعدى الحراره الخطره وتنطبخ بسرعه وما تكون حمراء، يعني تكون مطبوخه منيح بقلب اللحمه. شغله كمان ضروري ننتبه لها، هون عم نحكي اكثر كمان عن بعدنا بالايجين. اوكي، نقعنا اللحمه، المرقه اللحمه او الماريناد النقعه بالاجمال فيها كثير طعمات، فيها بهارات، فيها زعتر، فيها يمكن مطيبات. اوكي، كثير من الاشخاص بيرجعوا بيزيدوا هالماريناد على اللحمه هي وعم تنشوى. هلا هيدي شغله مش غلط، بس بدنا ننتبه كثير قد ايه وقت عم نتركها
للحمه من بعد ما عم نزيد هالزوم على اللحمه، لانه ما ننسى هيدي منقوعه بلحمه نيه. ايه دونك ضروري انه نخلي مجال لهالماريناد انه تتسخن منيح كرمالتها نقتل البكتيريا، لانه ما ننسى هالوعى اللي فيه ماريناد فيه كمان بكتيريا، وننتبه على الاوان اللي عم نستعملها. يعني بالملقط اللي عم نشيل اللحم النيه ما نحط ما نرجع بعدين نستعمل نفس الملقط، ما بننتبه هول الديتيلز، بنقول بدنا ملقط واحد للشوي. بس هو بالنهايه ممكن انه يكون هيدا سبب لتلوث اللحمه المطبوخه ب يمكن الملقط اللي مسكنا فيه اللحم النيه او الملعقه او البانسول اللي عم نستعمله. بدي اسالك عن المصبع اللي بيكون على الباربيكيو، هيدا عم نحط عليه اللحمه او الدجاج او السمك، قديه مهم انه ننظفه؟ لانه بالنهايه الحراره عم توصل لهيدا الحديد، يعني ما فينا نعتبر انه بس آمن. مزبوط، سؤالك كثير مهم. هيدا الجريل اللي بنحطه عاده ضروري يتنظف قبل وبعد الشوي. قبل لانه بيكون في يمكن غبره او رواسب، خاصه اذا اول مره بنستعمله صرنا كل الشتويه ضابينه. مهم انه حتى هاي الغبره نشيلها، لانه بس تحترق هالمواد هاي كمان منا منيحه عم تجي على اكلنا. دونك افضل ننظفه بصابون عادي ومي وفي فرشايه خصوصي اوقات فيها حديد بتشيل الرواسب. وما ننسى كمان اذا بقيوا من مره لمره هدول عم بيحترقوا، وهدول المواد اللي كنا عم نحاول نبتعد عنا موجوده على الجريل. دونك ضروري انه ننظفهم منيح من بعد ما نستعمل الباربيكيو. ثانكس ناتالي لهالمعلومات، رح ناخذ وقفه ومكملين.